مختصر الأخبار. أهلا بكم إلى مختصر الأخبار. كشفت معطيات وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 2227 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية. الفترة نفسها عرفت أيضا تسجيل 34 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 1889 حالة. أفاد بنك المغرب اليوم الثلاثاء أنه من المرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني انكماشا بنسبة 6.3% سنة 2020 وارتفاعا بنسبة 4.7% سنة 2021 بفضل تزايد القيمة المضافة الفلاحية بواقع 12.6%. عينت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكوابو موحو علي تاجما سفير المغرب بأبوجا عضوا في البعثة رفيعة المستوى للمنظمة الدولية للفرنكوفونية المكلفة بمواكبة مسلسل الانتقال المدني بمالي، ويعد هذا التعيين اعترافا بالتزام المغرب بخدمة السلم الإقليمي. أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي أن نحو 200 لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد يوجد حاليا في مرحلة التجارب السريرية وما قبل السريرية، كما طالب غيبريسوس بالعدالة في علاج المصابين بالعدوى في جميع أنحاء العالم. نهاية مختصر الأخبار، في أمان الله. مختصر الأخبار.